بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونوضحوا واحد الأمور، هذا البلاصة منا كانوا قاسمين إلا زوج تاع الناس، كانت للوشة وكان واحد يسموه قداوي من عند ودك من للوشة، وزيد حتى لعند قريب وين كان يسكن عمي بن صالح الله يرحمه، هي الأرض تاع قداوي. قداوي هذا كانوا عنده زوج ولاد، كان عنده محمد وعنده ولد اخر يسموه شعبوط الله يرحمهم ويوسع عليهم. اليوم بغي ندخلوا في الفيديو الرابع تاع غود لاغلاسيار. قبل ما نهضروا على السكان نرجعوا شويه الرول هنا قبل مالاغوان عمي منصور الله يرحمه ويوسع عليه، كانت كاينه سكنه، هذيك السكنه تاع عمي عبد القادر مول الواد الله يرحمه ويوسع عليه. حداه كان كراج صغير، وزيد حداه كانت كاينه حرم صغير كان فيه كوافير يسموه سي محمد. نهضروا علاش سماوه سي عبد القادر مول الواد الله يرحمه ويوسع عليه، لان الواد شحال من خطره يحمل فيه يهدم لها ويعاود يبني. وكانوا بزاف يسموهم عمدقه ولا يعيطوا له شي عمدقه. شكون شي عمدقه اللي يديه الواد؟ شي عمدقه مول الواد راحت فيه الله يرحمه ويوسع عليه. هذه هي قضيه تاع شي عمدقه مول الواد. نزيدو نرجعو شوية هنا بين سي عبد القادر بين مالاغوان وعمي بالحاج الله يرحمه ويوسع عليه. هنا في 1958 داروا القدرون لأول مرة الطريق تاع راس العين، ودو حتى لا سيتي فوق يصنعو القدرون بحلولها يصنعونا الطريق. كانت تجمع هما الرولو كومبريسور يتمشى يدك في القدرون وجماعة العام وراه. شكون هما اللي كانوا يلعبوا؟ نحكي لكم بعض منهم اللي انا عاقلين عليهم بالطبع. كان الهواري ولد الخباز، كان الهواري ولد عمي بن عند الله يرحمه ويوسع عليه وهواري يطول في عمره، وكان عبد القادر ولد عمي مقديش الله يرحمه ويوسع عليه، وعبد القادر الله يرجع ربي يطول في عمره. عبد القادر لصق في الرولو كومبريسور مشى ولصق فيه مزيان، الرولو كومبريسور ما يجيش بزاف مشى غير بشويه. والرولو كومبريسور درجه كبيره فيها اون راكلات اللي ما تخليش التراب يعاود يطلع، هو لصق ودار يده تما لكن دخل في الراكلير بقى يزق يزال هو يخبز يحبس الشوفار يزق ويزق والشوفار حبس. دونك باش يقعدوا يده لازم يرجع الرول، شدوا الهواري ورجع الرول قعدوا له يده. مزيه جاب ربي السلامات حكمت واحد الشيبانيه تما، مراه كانت تما لك عطاتها كارت تاع السكر، بكري كارت كنا نشوف السكر كنا نشوف الكارت داك الكري، رمدوا له يده فيها وداوه للسبيطار. واليوم الحمد لله راجل وراجع ربي يشدنا فيه ويطول في عمره. شكون اللي ينسى صورو وينسى حومتو القديمة، ما ينساهاش القبرو تبقى في واه. قلنا كنا نهضرو على ناقيطة، احدى ناقيطة اللي بوه كان بوشي وكان يخدم مع عمي عبد القادر بن حمد الله يرحمه ويوسع عليه، كان واحد الحوش صغير نتاع باشا. باشا عنده هذا كان عنده ولد يسموه جلول، كان عسكري. من بعد بوه مات وهو قالوا لي راه عايش انا فونتوري مسكين، قال لي واحد شافوه من جهه العيون الترك. اش نقولوا احنا؟ الله يشافيه والله يطول في عمره. وانا حومتي راس العين، وانا حومتي راس العين، راحت وما بقاش
هدمت وطاحت وقال دمعة في العين ديك الصورة. نزيدوا احدى باشا هنا ونديروا وقفة لان كاين الحوش لعمي بالحاج الله يرحمه ويوسع عليه. عمي بالحاج اللي عنده ولاده كبير هو عبد القادر، عنده مداح، عنده محمد، عنده جلول، عنده الحبيب، هذو في خمسة موتى مساكين الله يرحمهم ويوسع عليهم. عنده الناصر، عنده قاسم اللي هو مريض الله يشافيه ويطول في عمره، وعنده زوجة شيرات. ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصور تهدم والغرس دبال ما بقى الولاده المداح. مداح هذا برمي البرمي باشولي في راس العين اللي كان الباك اون دوزيام اون دو بارتي، ودار الجامعة تاه عامين بركا من بعد دخل دار ليسونس ودخل للديوانة ودار الكونكور داه داها فيك موسيون اطلع انسبكتور من انسبكتور اطلع ريسيفور واطلع حتى كان في في, في الصحراء ديكتور ريجيونال. من بعد عاود جابوه للبور هنايا، من بعد من البور اطلع لرزيو وكي دالاوتيات مات مسكين الله يرحمه ويوسع عليه. وعمي بالحاج الله يرحمه ويوسع عليه 85 ولا 86 عام هو كلونديستين سوق، وكان جاي من بوتليت مسكين عمل حادث مرور ومات فيه الله يرحمه ويوسع عليه. بل ما بقى في الارض خضار شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار، جالس حتى بقيت وحدي نتكلم. حدا عمي بالحاج كان كاين عمي بن عمر الله يرحمه ويوسع عليه، عمي بن عمر اللي كنا عيطوا له عمر، هو مات قبل 75. اللي عنده ولده حسن وعنده حمي هو اسمه محمد عيطوا له حمي كبار، كاين بغداد، كاين عبد الله، وكاين الناصر، ولد شيرات. عبد الله قالوا لي مات الى مات الله يرحمه ويوسع عليه. بغداد بايا جيسباري، والاخرين اللي حي الله يطول في عمره واللي مات الله يرحمه، هادو في 75 مشاو من راس العين والسكنة تاع ام قعود قبلها زيان. علاش وليتي قفار؟ كنتي بكري مشهورة كما يلزم، بني انا محصن باني نهبط تعبار، بيوتك ضاوية بيوتك ضاوية وغاشيك منعم. بعد ال 75 كي سي بن عمر كي ولاده داوهم من لك، جا زيان اللي هو اونسيان كونداني امور الله يطول في عمره، اللي عنده ولده بن بلا، عنده حميه، عنده الهواري اللي مات مسكين في لاهولوند قتلوه الله يرحمه ويوسع عليه، وعنده خليفه اللي مريض الله يشافيه، وعنده خمس شيرات الله يطول في عمر. وغاشيك من عم شحال فوتنا فراح وعراس وتكسار، القصبة والشيوخ غاصي متلايم والبرحة متناقرين غير القدار، وغدوة إلى سقساني ولدي إلى سقساني ولدي واش غادي نقول له؟ نقول له يا ولدي كانت حومة هنا يسموها راس العين وراحت وما بقاتش، بقات غير دمعة في العين. بكي على راس العين.